السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Complete the conversation then practice with partner. اكمل المحادثة ثم تدرب مع زميلك. طيب هنا are John and George. How old are John and George؟ فهنا جاي التعريف they are ضمير الفاعل علشان للشخصين فتقول they are 15. They are 15 لازم هذه الكلمة تأتي هنا. Okay, they are 15. How old are John and George? كم عمر John و George؟ أعمارهم 15. What about Sarah? وماذا عن سارة؟ تكتب هنا she is 16. She is 16. هذه الكلمة تأتي هنا. طيب What are your names? ما هما أسماءكم؟ What are your names? ما أسماءكم؟ هنا my name's Lisa. Lisa. Okay. تكتب بهذه الطريقة أو تكتب بطريقة المختصرة. لك خيارين يعني. لكن عشان المحادثة فتأتي الفاصلة العليا مع حذف ال I. Okay. And she's Sandra. And هذه ليزا وهذه ساندرا. Sorry. اسمي ليزا وهذه ساندرا. My name is Lisa and she is Sandra. طيب How old are you? How old are you? يسألون عن أعمارهم فيقولون we are. We are. هذه الطريقة المختصرة لل are وهذه الطريقة المختصرة وهذه الطريقة الكاملة. Okay. We are. نحن. علشان هنا شخصين فأضفنا ضمير الفاعل نحن. طيب They are a nice girl. Girls يعني هنا جمع يعني بنتين يعني هم بنات جيدات. They are nice girls. What are their names? ما أسماءهم? What are their names? Pam and Vicky. اسمهم Pam and Vicky. They are in my class, in my English class. هم في الصف الإنجليزي. They are in my English class. طيب When is your final test? متى هو امتحانك النهائي؟ It's in March. زي ما قلنا إن لازم نضيف ال in مع الشهور. It's in March. What date? ما التاريخ؟ يعني March 11th. تاريخ 11 من مارس. Okay. طيب. فيقول هنا my final. هنا تقول my final test is on the 11th too. أيضا امتحاني في تاريخ 11 on 11/2 ايضا يعني امتحانهم في تاريخ 11. طيب listening that you can practice تقدر انت تدربونها مع المدرسة في المدرسة. وهنا عندنا pronunciation راح ننطق الكلمات مع بعض عشان تتدربون معي. طيب يلا May, June, Junio, Mayo, Mom, Dad, Mom, Dad, August, April, Sunday, teacher, معلمة. September, December, okay. طيب October, tomorrow, May, شهر مايو, June, شهر يونيو, Mom, أمي, Dad, Abby,
بطريقة غير رسمية father و mother، تقال بطريقة رسمية mom and dad، عادي غير رسمي August شهر أغسطس، April شهر إبريل، Sunday يوم الأحد، teacher المدرس أو المدرسة، September شهر September، December شهر December، October شهر أكتوبر، tomorrow غدا. طيب عندنا about you، complete the form، write the information about yourself، تكمل هذه المعلومات عنك سواء كنت في مذكر أو مؤنث، فتحلون هذا الجدول، ثم يأتي هنا answer the question يعني تسأل how old is your best friend، how old is your best friend يعني كم عمر صديقك المفضل، فمثلا إذا كان عمره 12 فتقول مثلا إذا كان مذكر فتقول he is 15 وإذا كانت بنت she is 15 okay. طيب what is your best friend's name، إيش اسم صديقتك أو صديقك المفضل okay. فهنا مثلا إذا كانت البنت فتقول فتقولون للصديقات البنات what is your best friend's name، her name is مثلا ليلى، her name is ليلى. طب إذا كان الولد his name is أحمد okay. طيب how old is your pet، كم عمر حيوانك الأليف مثلا عمره سنة، فتقول it's one year old. what's your pet's name، إيش اسم حيوانك الأليف، عاد اللي عنده قرد واللي عنده بسة واللي عنده كلب، تكتبون أسامي في الكومنتس ونعرف إيش عندكم من الحيوانات الأليفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.